ايه يا ست باليز، انا جاي من طرف ابو سليم لحل المشكله بينك وبينه، حاجتنا وجع راس. ما عندي مشكله، يدفع لي حقي بتخلص القصه. عم يقول اعطيكي حقي؟ ايه شو عليه، يحلف على كتاب الله. يا ست باليز، بدنا نلاقي حل يرضي الطرفين وخلينا نخلص بقى من القال والقيل. انت بتقولي شيء هو بيقول شيء. ايه شلون بدنا نخلص اذا ما بده يدفع لي حقي؟ بيعي النول، بتخلصي من كل العي. شو قلتي؟ موافقة بيعه. يا عيني عليكي، والله عين العقل. انا وصلت معه لعشر ذهبات، بتحطيهم بعبك ويا دار ما دخلك شر. يا عم بعيونكم، عشر ذهبات حق اكبر نول بالبلد؟ الله يرضى عليك، اسمعي مني وانت الكسباني. اذا بدك تضلي على الحاله هي وراكبه راسك، الله وكيلك نقلها نقلها بصدي ما بتحصلي منه. باخذي العشر ذهبات وبوسي ايدك وشوفها. لك والله انتوا جماعه ما بتخافوا الله، شايفيني مره وحدانيه قاعدين عم تتقاوى علي؟ لك هذا نول ابي وجدي من قبل منه، بدكم تنهبون هيبه؟ لك العمى اذا اهل حارتي عم يسمعوا علي. الي عم تقولي لي هذا الحكي؟ فوق وجاي حل المشكله بينك وبينه؟ الله يسامحك، الخير بتعمل شرا تلقى. سلام عليكم. الله لا يوفقهم، بعد ما اكلوا مالنا جاي يعرض علي بيع الوكاله. بده يدفع حقها من السرقه اللي سرقها، يعني من دهنه سقينه. يا ريت بدهم يدفعوا حقها، بتسوى عشر اضعاف من المبلغ يلي بده يدفعه. العمى بعيونه بده يشلحوني اياها تشليح. فوضي امرك لله واتكلي على رب العالمين. ونعم بالله، مالنا غيره أنا وهاليتيمة، بس هو والله لضل ادعي عليه لآخر يوم بعمري. أبي الله يرحمه كان يقول لي ما بيموت حقه ولا عم طالب. والله هلكت وأنا عم طالب. فوتي يا خانم، فوتي فردي سجادة الصلاة وصلي لربك وادعي، وإن شاء الله ما بيصير غير كل خير، وبإذن رب العالمين حقك بيرجع لك. السلام عليكم. عليكم السلام. Thank you.